السلام عليكم، صباح الخير عليكم دراري عائلة عايزو فلوكس. حان وقت الرحيل ان شاء الله يا ربي بحول الله. الشيه ديال الجبليه كيف كتشوفوا، كيف ما تخطنا بالشاشيه غادي نمشي بالشاشيه، وعاد زيدوا عليها راه القايله بزاف، الشمس كتحرق ما شاء الله. شوفوا المترو خاوي كيف قلت لكم اخسو داري، نازل وخلي شرفتونا والله. ما شاء الله شرفتونا شرفتونا. الدراري وصلت اول مره عملي القهوه مزيانه، شفت اول مره غادي نشرب قهوه. شوف يا سلام، والله سبحان الله في ستاسيون ديال المسيله الحراره خوتي. ثانكيو جيسيكا، ثانكيو سو فيري ماتش، والله نايس. انا ما جبرتش الماء وسقسيتهم هنا في المترو، قالوا لي غنمشي نوري لك فين، غيمشي معايا هذه هو غيمشي معايا باش يوري لي الما فينا هو. انا قلت له الهنود كيعطيوك معلومات غالطين، كيقول لك ني 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 سير في الاخر كتبرز بهذا الطريق، ما بغيت يمشي معايا مسكين هو حتى السوبر مارشي، قال لي مسكين حتى والله ثانك يو فيري ماتش، والله الا مسكين وصلني حتى عاد يخلفنا شي 10 دقائق على وزينا جابني حتى لهنا. شوف ثانك يو فيري ماتش برادر. السلام عليكم. واتر يا والله واتر، اي جيف يو واتر ذار. اوكي والله اوف دري. اوكي ثانك يو. شو هذه قطر. اوكي هنايا كنكبوك باش كتمشي للسعودية. كيف قلت لهم الدراري حنا دابا في السعودية غادي نخرجوا. ها هي البوابة للحدود. دابا حنايا غادي نمشيو بالضبط المنطقة الحدودية ديال السعودية. المهم حنا ماشي في البر، كاين واحد بحال يقولوا منطقة، تشوفوا هذه منطقة عازلة ومغربي بزاف. وليد الركراكي ماشي كراكري، قول تيم كل شيء. الله يخليك بارك الله فيك، الله يخليك. تحيه المغرب من السعوديه. السعوديه الله يخليك. والكاس يلمع والعين تدمع. شوف دابا احنا غادي نوصلوا. شوف هذه منطقه عازله. ايوه محايده يسمونها، يعني نويترال. هذه منطقة محايدة، الشرطة قلت له ما تصورش وتخلع، نو فوتو بليز. خوتي في المملكة العربية السعودية احنا في منطقة ختم الجوازات ما شاء الله. تشوفوا الغروب في الحدود، الغروب في الحدود السعودية. شوف الله يبارك ما شاء الله. الدراري بعد ما دوزنا كنجوزو على رجلنا، كنجوزو دابا بالطوموبيلات دابا في الاخر باش ندخلو للسعوديه. دوزنا كيف قلت لكم، دوزنا الديوانات السعوديه دابا داخلين. اوكي داخلين صافي للبر نيشان باش نقطعو الطريق ان شاء الله يا ربي للخبر، مدينه الخبر ان شاء الله. كون ذيس سيزون وان اوف ذا بيست تيمز ان افريكا. يس Next World Cup they will be the winners. Yes, inshallah, inshallah. الدراري انا طاح عليا الليل هنايا. ما عرفتش فين غادي نمشي اخي، الله وصف. الدراري وصلت دابا انا هنايا، راني في الحدود كيف كتشوفوا. هذا هي الباص. شباب هنا الشرطة ما شاء الله، الشرطة ما شاء الله ما قصرت، يعني الاخوان غادي يشوفوا لنا مع من نمشيو ان شاء الله يا ربي. هنا في الحدود ان شاء الله يا ربي. المهم المغامره بدات ديالنا كيف كتشوفوا حنا. الطريق طويله بزاف. عرفتي احسن حاجه كتعجبني انا اخوتي هي مسافر وما عرفش فين وما عرفش فوقاش توصل، الله اعلم، ولكن الحلاوه. شنو هذا؟ هذا دوخت يا طول عمر، دوخت الامارات. دوخه؟ دوخه يسمونها دوخه. دوخه هنا عين نفس يعني الشيشه الغير، وهذا الغير. هذا الدخان هذا؟ يعني الدخان. دخان. شوف كذا ثلاث نشوف اربع نشوف خلاص توقف. والله العظيم من اول مره كنشوف الدخان، بحال السبسي ديالنا هو ماشي سبسي. شوف ويكيف يكيف اوه خلاص وقف الحين خلاص مره واحده فقط نص ساعه نص ساعه كل مره نص ساعه لا كان يعني نص ساعه وهذا مش ممنوع يعني لا عادي طبيعي مسموح. سبحان الله يعني اول مره اشوف. والدراري راني مازال هنايا باقي في الحدود بالضبط في سلوى، ما لقيتش شكون يوصلني، ما جبرت حتى شي واحد شكون يوصلني. الدنيا هنايا في شكل كاين الخلا والصحراء والقيفه. المهم الله يستر وصافي. المهم لقيت واحد السيد ها هو، ها
هو من البدو ما شاء الله. هو من البدو انا مش منور من الحضر. من الحضر سعودي. رجل حضري انا بدوي سعودي. افتخر اني بدوي وافتخر اني حضري عادي. ما في كله انا من العيون. من العيون. من العيون. ايه البراري ها. الدراري المهم الإخوة هذو سعودي أخويا. لقيتهم هنا يا هذا المدرب كابل السام كليك يا بطل العالم. بطل العالم معروف رجاه بطل العالم. نهدر معك الهدر المغربية صحيحة أخويا. مجينا بطل العالم ويلي. أيوة أخويا. الله أكبر الله أكبر. انطلع ابعد يا صاحبي. بطل العالم. بطل العالم ابعد. دمنا مشاكل أخويا. الحمد لله رب يحفظك إن شاء الله يا رب. إن شاء الله ندبر شكون اللي يدينا وقت الله يدبرنا شكون اللي يدينا الله يعلم. لحظة هاي 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 أبشر. شوف هاي الدراري غير خليها الله وصافي. نعمل أوتوستوب أول مرة في حياتي نعمل أوتوستوب. شوف الدراري وش غادي يوقع. شوفوا ما كاين والو. كرم علينا الله. ها جا واحد السياره. السلام عليكم. السلام. ها هو اخونا حبيبنا. سبحان الله العظيم الدراري. ها هو جا الشخص. ها هو المناسب. ربي اكرمنا بهذا الشخص هذا. قال لي فيها تمشي البحرين اطلع مباشره. لا اله الا الله محمد رسول الله. شوفوا الدراري ديما كاين الخيت والخير. والشعب السعودي كيف قلت لكم شعب كريم ومضياف. يعني فقط خش شويه صبر. ها هو شو اسمك كريم؟ شو اسمك؟ حسن الشيخ. حسن الشيخ. كنت انت ساكن في الحسن ساكن هناك؟ نعم. وذاك بكر وقت قلت تروح فقط تعمل ذو لفه. بالضبط. ايه كان الله سبحانه وتعالى بعثوا لي. سبحان الله العظيم. لا اله الا الله محمد رسول الله. جاء لحد هنا وقف. هو وقف. سبحان الله العظيم. أسيدي شكرا بزاف. المغاربة كلهم يشكرون. كل الشعب المغربي يقول لك شكرا. كل العرب بيد واحدة إن شاء الله. والخوت الجزائريين كلهم يشكرون. خوتي أنا كيف قلت لكم راني في سلوى وراه حوالي واحد ساعة المكانة وأنا واقف. يعني اللي كيجي كيقول لي دولار يورو ما أدري إيش ما عارف شنو مصيبة. هذا الشخص قال لي لا طلع مباشرة. عربي يد واحدة إن شاء الله. الله يخليك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. أول مرة وآخر مرة حبي بقر فرصة. قاعد في أسماء المنورة. احنا دابا في الأحساء. هاي الأحساء الجبال ديالها بالضبط. يا سلام. يعني هاد الجبل هذا أعلى منطقة في الأحساء. هذا أعلى منطقة في الأحساء. يعني اللي يجي يطلع هنا يشوف الأحساء إيه؟ كلها. شوف الأحساء كلها. وقلت لي التلفريك باقي ما عملوا التلفريك. التلفريك باقي قاعد يشتغل عليه. إن شاء الله. طبعا الحين المنظر مظلوم. أها. مو في الصباح كان أفضل بكثير. أشجار. ما شاء الله. في خضرة يعني؟ في خضرة. في. تبان لك واحات التمر هنا. واحات التمر كلها. ما شاء الله. أكبر واحة في العالم واحة الأحساء. في العالم؟ في العالم. في العالم كله؟ في العالم. من ناحية نخيل. ايه أكبر واحد نخيل في العالم موجودة في الأحساء. متأكد من المعلومة هذه؟ بحثوا عليها بعدين هم بحثوا عليها. قال لكم أكبر واحد في العالم كاين هنا ما شاء الله. أكبر واحد نخيل في العالم هي تكون في الأحساء. ما شاء الله ما شاء الله. يلا طيب زيدوا الطريق إلى 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 البحرين. باقي طريق بزاف. شوف الدراري ها هو الوليد وصلني حتى هنايا. غادي نمشي أمشي مع السيد واحد آخر. الله يبارك فيكم. يلا حبيبي مع السلامة. تحياتي. قديمة هذي ها؟ 79. الله المستعان. اوه اوه دابا في الجسر البحري اللي كيربط ما بين السعودية والبحرين. علاش سميتو الجسر هذا؟ جسر الملك فهد. الملك فهد ما شاء الله. هذا كامل البحر. دابا في النهار ما كيبانش. دراري انا في الحدود ندخل دابا. هو السيد وصلني. هذا السيد هذا جابني 200-300 كيلومتر حوالي تقريبا 300 كيلومتر وغير جاعدة ب 300 كيلومتر مجانا. الله يجزاك. قولوا لا إله إلا الله. وعاد زاد عاوني صرف معايا. المهم
شي حوايج اخوتي ما نقدرش ما لا اله الا الله. شوفوا كرم الشعب السعودي فاق كل الحدود. وياك اخوي والله العظيم بارك الله فيك. وياك شكرا اخوي تحياتي. بارك الله فيك بارك الله. ان شاء الله تزورنا في المغرب ان شاء الله. مرحبا على تواصله باذن الله. تحياتي حبيبي مع السلامه. الله يخليك الدراري. انا بغيت نختار هذه المغامره سبحان الله. كنسجلها حيه. انا بغيت نختارها يعني كان بامكاني نقبض شي طريقه واحده اخرى نسافر بها الطياره من 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 الدوحه بالضبط نمشي للمنامه. حقا انا بغيت نمشي للمنفذ البري نشوف شنو كاين نكتشف. دابا شوف الغالي في الامر اخوتي فاش وصلت هنا للحدود في الجسر هذا ديال الملك فهد في الجسر ما تقدرش تدخل على رجلك. كاين الناس كيدخلوا هنايا كيدخلوك لان هذا منفذ بري. اوكي دابا الولد غادي يجي غادي يخرج مورايا. قلت له انا غادي نمشي لبرجر كينغ غنمشي لواحد المطعم هنايا ولا الجامعة هي. قلت له انا نتسناك هنايا. قال لي صافي غادي يخرج مورايا. اين مقطع طلع لي اين مقطع؟ هذا من اي بلد هذا؟ والله هذا عندنا من جيزان من مئات السنين. انت من جيزان؟ لاصق فيا كيقول لي هذا من جيزان. والله شفت هذا نفسه يحطوا له رجول حذاء اقسم بالله. لا ولكن لا انت تقصد العزف هذا. هذا نفسه خاص. لا 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 هذا تطواني مغربي شمالي جبلي. طيب وش اللي وداه عندنا من مئات السنين؟ اي والله اعلم. هذا هذا دليل ان احنا واحد. والله شعب واحد امه واحده. موجود الى الان نلبسه الى الان موجود في الجنوب السعودي. عندك عندك صوره له؟ ابعث لي يلا ابعث لي. تراري طلبت شباطي بحال دائما. ها هو شباطي وكرك. شوفوا الشباطي كيش عامل. حر الرغيفه ديالنا. اوكي وكرك ها هو كرك انا تبليت به ولكن صراحه الله كرك اللي كنت كنشرب انا في قطر ماشي هو هذا نهائيا. زيد عليها الطربوش هذه عامله لي الروينه يعني اللي كيشوفني كيشوفني ماشي هو هذا. شوفوا هذا الكرك ها هو دابا عملوا الزنجبيل. اوكي طيب هم طيب جاونا في حرغيفه مغربيه ولكن فيها واحد الطيبه في الشكل. شوفوا باش تعرفوا السيستيم كلشي مكتوب فيها تشاباتي وكرك. هذا المدخل ديال البحرين. هانتم اخوتي الراية المغربية في وصلها. شوف 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 ما شاء الله. انا دابا في الجفير. الجفير والله العظيم اخوتي الى قطر قلت لكم بالي مع قطر. الى فرق كبير ما بين هنا وقطر. ما الفرق بزاف بزاف بزاف. هذا العنوان عامل اخوتي عامل انا تشاور مع الكره الارضيه شاور المختار. دراري احنا دابا غادي ناكلو عرفتي فين؟ شنو سميت هاد البلاصه هادي؟ ها؟ العدليه المنطقه العدليه. بحال اللي نتوما جالسين في شارع في شارع في المغرب فاس مكناس. واللي عجبني انا في دابا انا ثلاثه السيمانات وانا ما كنشوف شي زبل في الارض. انا يا شت الدنيا شعبيه زعما فهمتي. يا سلام دنيا شعبيه غزاله دنيا واعره عندكم انا يا اخي رائع. شوفي جالسين الدراري شوف جالسين في الشارع الدنيا هانيه حياه حلوه الطبله. يا سلام حدا الزبل كاع. يا سلام قطر قتلتنا يا اخي ديالي بداك الشيء منظم معدل. هاي 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 هنا مطلوقه هاد الشارع بعدا على الخصوص حالة مزيان. انا ها انت كيف كتشوف البحرين اخي ديالي ان البحرين احسن من قطر. شوف البحرين احسن من قطر 10 مرات. فرحان هذا فرحان. تكلم عربي؟ عربي عربي. وين هذا عربي؟ هذا انت سعودي؟ انا ما سعودي انا مغربي. مغربي مروكو 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 عرب بعدين هذا هندية. هذا هندية ها دراري عرفتي البحرين اخوتي كانك انت في بالله العظيم كانك انت في اوروبا. شوف بارات الديسكوتيكات الحاله حلوه والبلاكات كل الدول الكويت السعوديه مبدل مبدل بزاف بالبحرين. البحرين كانك انت ماشي في الخارج. ها